صحابي عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهاردة هنكمل اخر جزء في ابانا اللذي. يلا نحفظ مع بعض. بيقول ايه اخر جزء يا صحابي؟ بيقول بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين. يلا يا صحابي نعرفه بالابتي. خن بخريستوس يسوس بنتشويس جيسوك تيتي متقورو نمتي جم نبي أقو شايني آمين. خن بخريستوس يسوس بنتشويس جيسوك تيتي متقورو نمتي جم نبي أقو شايني آمين. أشوفكم الحلقة الجاية. باي باي.